تحت رعاية وزير شؤون الإعلام سعادة السيد علي بن محمد رماحي يقيم حفل تكريم الدفعة الثالثة من الكوادر الإعلامية البحرينية الشابة من نادي الوطن الإعلامي الذي استمر عاما كاملا في تدريب 40 مشاركا من مختلف التخصصات على مهارات وفنون العمل الصحفي. الصحافة والإعلام هو ذلك العلم الذي يتبنى توفير المعلومة الموضوعية بأحرف خطت كتابيا أو شفهيا لتقطع الشك باليقين لكل متلق مهتم بمعرفة ما يدور حوله من أخبار، ولطالما كان ذلك مهما لكل من كان حضوره لافتا في هذه الدورة التدريبية التي دشنت بنادي الوطن للإعلام بالشراكة مع صندوق العمل تمكين في تدريب 40 مشاركا من مختلف التخصصات على مهارات وفنون العمل الصحفي. احنا تسنت لنا فرصة جيدة ان احنا نتشارك معهم الخبرة اللي اكتسبناها من خلال ممارستنا لهذه المهنة، واتمنى ان يكونون استفادوا منها. طبعا المبادرة او برنامج نادي الوطن للإعلام برنامج اعتبره جدا مميز، لان فكرته اعتقد ان هي الفكرة اللي نحتاجها في الجوهر، في جوهر العمل الإعلامي اللي احنا المفروض ان احنا اليوم نمارسه بهالحرفية. الدورة التدريبية وفرتها صحيفة الوطن في نادي الوطن للإعلام فأهلت المشاركين للحصول على 12 شهادة احترافية في مجالات العمل الصحفي، وأتاحت الفرصة للمشاركين في الانضمام لمراحل التدريب والورش المصاحبة. في البداية أحب أشكر القائمين على هاي العمل اللي هم صحيفة الوطن ومؤسسة التمكين اللي احتضنوا مواهبنا رغم اختلاف تخصصاتنا. طبعا مو كلنا جايين من تخصصات إعلامية، ولكنهم قدروا هاي الشيء ونموا فينا المواهب المتواجدة أساسا فينا. هذه السنة علمتنا وايد أشياء على الجانب الاجتماعي والنفسي وعلى الجانب الكتابي والصياغة والصحافة، فهاي يعني هاي تجربة أنصح فيها كل إنسان وده يكون صحفي. للصحافة والإعلام رسالة ثابتة، وإن تنوع محتواها فهي توجه نحو دفع عجلة التقدم والنهضة، لذا يتطلب من صاحب الرسالة القدرة الكافية في التدريب العملي والارتقاء بمستوى الأداء الصحفي والإعلامي حسب ما تقتضيه المرحلة الآنية والمقبلة. إيمان شرف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.